أزيد من 540 ألف جزائري قد يقصى من أداء مناسك العمرة والحج هذا العام بعد تعليق المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة مؤقتا كإجراء احترازي من انتقال فيروس كورونا، وهو ما قد يحرم الجزائريين من زيارة البقاع المقدسة في حال تحول الفيروس إلى وباء حسب النقابة الوطنية لوكالات الأصفار. إذا خذينا بالرقم تاع العام الماضي حوالي 500,000 مؤتمر زائد 36,000 حاج، هذه 536,000. هذا السنة يكون عدد الحجاج أكثر، يعني باعتبار أن حصة الجزائر هي 41,300. يعني إحنا البيان اللي صدر عن وزارة الحج السعودية اليوم اللي تم الإعلان فيه على تعليق العمرة، ولذلك يعني يكون يعني قضية العدوى يعني يشكل تهديد كبير بالنسبة لكل الدول، ولذلك يعني أمر تعليق حتى الحج يكون وارد هذه السنة إذا كان استفحل هذا المرض. وأكد نائب النقابة الوطنية لوكالات الأصفار أن المعتمرين الذين حجزوا مع وكالات الأصفار ومنعوا من التنقل نحو البقاع المقدسة سيتم تعويضهم. أما فيما يخص المعتمرين الذين دفعوا مثلا أموال من أجل هذه العمرة، فأنا من هذا المنبر أطمئنك وأن هذه المعتبرين رايحين يسترجعوا أموالهم يعني بصفة كلية، لأن الشركات الناقلة رايحة تتفهم وحتى الفنادق كذلك، لأنها هذه ظرف قاهر، وأول ما يمكن مراعاته في هذا الظرف هو مصلحة ونجاة وصحة المؤتمر الجزائري. مع تفشي فيروس كورونا القاتل حول العالم وتعليق المملكة لأداء مناسك العمرة ابتداء من اليوم، قد يكون عام 2020 سنة بيضاء للحج والعمرة في حال اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع المخاوف من انتشاره خلال فترة الحج الذي يعد أكبر تجمع بشري في العالم، حيث بلغ عدد الحجاج السنة الفارطة حوالي 2.5 مليون حاج، ناهيك عن تسجيل قرابة 8 ملايين معتمر من خارج المملكة السعودية في سنة 2019، منهم 500,000 معتمر جزائري، وتبقى الأسابيع المقبلة كفيلة بكشف مدى التحكم في فيروس كورونا وإمكانية أداء الجزائريين لمناسك الحج والعمرة.